السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبلت الشيخ مصطفى؟ تفضل. أسأل الله أن يرفع قدركم ويبارك في عمرك ومتعكم الصحة والعافية. ولك أبي مثل. فضلت الشيخ بالنسبة يكثر الآن الله يحفظكم المسعى على الشراب، هل يشترط فيه بارك الله فيكم خاصة في الأيام هذه أن يكون ثخين أو رقيق أو لو فيه بعض الخروق وهكذا؟ نقول هنا ابتداء لم يثبت في المسح على الجوربين خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك ذهب بعض أصحاب المذاهب إلى عدم جواز المسح على الجوربين، وذهب آخرون منهم إلى جواز المسح قياسا على المسح على الخفين وعملا ببعض الآثار عن الصحابة رضي الله عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك اتباع للحديث الضعيف. فهذه وجهتهم. فالذين قالوا نقيس على الخفين اشترطوا فيه الثخانة، يعني الخف ثخين، بس اختصارا. فالأحوط لك البعد. نعم.